وزارة السياحة تؤكد لشبيبة أنها في طور التعاون مع الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات لإقامة نظام المحطة الواحدة لمتابعة إصدار التراخيص للمشروعات السياحية الكبيرة من الجهات المعنية. سجل سوق العسل العماني الرابع الذي نظمته وزارة الزراعة والثروة السمكية بمسقط جراند مول كمية مبيعات تجاوزت طنين بقيمة تفوق 50,000 ريال عماني. فجر مجهولون ملثمون اليوم خطا رئيسيا للغاز في منطقة السبيل بمدينة العريش في وسط سيناء بمصر، والذي يغذي مصانع للصناعات الثقيلة والإسمنت علاوة على المنازل بالمنطقة. رفضت بكين اليوم الدعوة التي وجهتها إليها واشنطن لوقف عمليات الردم في بحر الصين الجنوبي، مؤكدة أن ما تقوم به يندرج في إطار ممارستها لسيادتها ويعزز قدراتها في مجال البحث والإنقاذ البحري. بعد فوزه على أثلتيك بلباو ب3 أهداف مقابل هدف واحد، ضم فريق برشلونة الكتالوني لقب بطولة كأس ملك إسبانيا، وهي ثاني بطولة للفريق في الموسم، مع إمكانية زيادة الألقاب في حال فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.